نعم، تقول هل تقضي الحائض ما فاتها من الصلوات لا مثل الصيام؟ لا، الصلاة لا تقضيها الحائض، نعم، لأنه لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بأن تقضي الصلاة، الصلاة تسقط عنها. ولهذا لما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها عن ذلك، قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: حرورية أنت، أي لأن هذا السؤال من أسئلة الخوارج. نعم، قالت: لا، لست حرورية ولكني أسأل. فقالت لها أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، نعم، وكذلك أيضا في حالة النفاس الولادة. لأن النفاس حيض مثل الحيض، نعم، أحكامه أحكام الحيض. نعم.